المستمعين إلى نهاية الحلقة. نشكركم جدا على هذا التواصل الرائع، على المقترحات الرائعة اللي قدمتوها لنا واللي تثري البرنامج. يعد مسلسل ثريا رصدا لتحديات المرأة الخليجية التي تقف في وجه المجتمع لتعيش حياتها كما تريد بتحدي وإصرار، ولتثبت لنفسها أولا ولمن حولها أنها قادرة على ذلك. سمعوا قامت الهوش الصجية عاد اللي هناك مو انتوا؟ واي تعودنا على هالهوشة. انا يوم اذا ما سمعت صوت شادية اسمع زياد يتخنق معاها اقول اذبحوا بعض وفقدنا يرنا. النجمة الكويتية سعاد عبد الله التي تجسد شخصية ثريا اكدت انها شخصية موجودة في المجتمعات الخليجية وتدافع عن حقوقها من خلال هذا العمل. يمكن اقول لك شو اللي حببني في ثريا او شخصية ثريا من لما قرأت النص. شخصية سبق عصرها، تمردت في فترة التمرد طغيان وصعب في مجتمع، يعني بداية تمردها كانت في عندما استدعوها أهلها من الدراسة في الخارج في القاهرة في الستينات حرب 67 ورجعت عشان تتزوج وقفت وقفة وهني بداية تمردها. يشارك في البطولة النسائية فاطمة الحسني من عمان وأمل العوضي من الكويت والعمل من إخراج محمد دحام الشمري. تراهنون على هذا العمل ومع الكم الكبير من الأعمال الدرامية الاجتماعية، كيف حيستطيع ثريا أن هو يخطف الأنظار ويجذب المشاهدين؟ حقيقة الشغل مع طلال الفنان سعاد عبد الله صار في نوع من هذه الإثارة، يعني ساعات أضايقها أنا في بعض المشاهد اللي إثارتها ولاقي فعلا أنه أنا أضايقها ألاقيها تثار إيجابيا، فبالتالي تعطيني شيء غير عن المتوقع وأحلى من اللي أنا ساعات أطلبه منها. بالتالي هي ساعات تثيرني في منطقة معينة فتلاقيني أنا أفكر على حلول بديلة أطلع منها، وهذه ميزة الشغل مع النجوم. أجواء التصوير كانت جدا حلوة ومسلسلنا أيضا أراهن على نجاحه. لا ننسى أنه على شاشة الام بي سي إن شاء الله راح يكون، وأيضا العمل متعوب عليه، يعني ميزانيته كانت كبيرة والفنانة سعاد عبد الله سوت شخصيتين ودوري أنا أيضا جميل. العمل الاجتماعي الذي يطل على الجمهور في رمضان ويعرض على شاشة ام بي سي يتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية بين جمهور النساء لمناقشته قضاياهن بشكل غير تقليدي. ماجد الفاسي، العربية.